لا لا بس مني على جنب كل الكراسي هني خلي شوي هني ناخذ شغله من هناك ولا ها شغله بقى جئنا حول روضة هذا الشهيد شهيدنا الميداني شهيد الغالي حسين البقالي. كل شهيد له طريقته في الاستشهاد، أما هذا الشهيد كان أن يقدم نفسه لينقذ الشباب من الأخطار الذي سيحدث لهم. كما تعلمون ونعلم صاده الحرق واحترق جسمه بالكامل، نتيجته أنه يطالب بحق هذا الشعب وبحقه. فهنيئا لك هذه الشهادة يا شهيدنا الميداني حسين البقالي. هذا الشهيد في عزة شبابه في ما يقارب من السن 18 سنة أبى وأن يكون من قافلة الشهداء، فهنيئا لك هذا الشهادة، فهنيئا لك يا شهيدنا الغالي حسين البقالي. نعم ها هو الشعب، أمك وأبيك وأخوتك وأخواتك حول روضتك الشريفة أتوا ليقرؤون على روحك وجسدك الطاهر الفاتحة، فلهم كل الشكر والتحية والتقدير. نعم يا شهيدنا، لا زال هذه السلطات لم يكون هناك تقرير يبث بحقك، ولكن التقرير عند الله نحتسبه سبحانه وتعالى. سوف تأخذ حقك في يوم الآخرة إن شاء الله، وأنت شهيد سوف تشهد على هذا الظلم الذي جرى بحق الشهداء، بحق هذا الشعب، بحق الحرائر، بحق المساجد الذي هدمت، بحق كل الذي ظلم في هذه الأرض، أرض الغالية، أرض الوطن البحرين. فهذا الشهيد توقعوا يا أخوتي وأحبتي أن له مكانة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. هو قاسم مع القواسم، مع القاسم ابن علي صلى الله عليه وآله، القاسم مع علي الأكبر، مع الحسين، مع الحسن ابن علي. توقعوا أي ألم يحس به عائلة الشهيد، هو الشهيد سيأخذ بحقهم. نعم الشهيد لما يقع في الأرض لا تتوقعوا إنه يقع بألم، تتلكفه الملائكة، تحضنه الزهراء سلام الله عليها. فهنيئا لك يا أم الشهيد، فهنيئا لك يا أب الشهيد بهذه الشهادة الذي الله سبحانه وتعالى أعطاكم إياها. أما الآن هناك تنزيل ختمة على روح الشهيد، فنستقبل ابن الشهيد الحاج حسن الستري بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم.
وصدق النبي الكريم، وصدق علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وصدق الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أجمعين، وصدقت الأئمة التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام أجمعين، وصدقت الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، لا مغيرين ولا مبدلين، مقرين غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأوصل اللهم ثواب ما قرأناه وأجر وبركات ما تلوناه من كتابك العزيز المنزل على لسان نبيك المرسل، هدية واصلة وتحفة شاملة ورحمة نازلة إلى روحي وضريح سيدنا ونبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، وإلى روحي وضريح سيدنا ومولانا علي المرتضى، وإلى روحي وضريح سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء، وإلى روحي وضريح الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أجمعين، وإلى أرواح وضرائح الأئمة النجباء صلوات الله عليهم أجمعين، وإلى أرواح وضرائح الأنبياء والأوصياء والصالحين والشهداء، وإلى روحي من اجتمعنا لسببه الشهيد حسين البقالي، وإلى أرواح شهداء البحرين والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اجعل في قبره الضياء والنور والفسحة والسرور والكرامة والحبور والمسك والكافور والولدان والحور، انقله اللهم من ضيق القبور إلى سعة الدور والقصور، في سدر مخضون وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن العظيم بنا ولا به ماحلا، ولا الصراط المستقيم بنا ولا به زالا، وكن اللهم لنا وله جارا بعد الجيران، وخذلا بعد الأخذان، وحبيبا بعد الأحباء، ومؤنسا بعد المؤنسين. ما أتاك اللهم به من عمل صالح فتقبله منه وضاعفه له، وما أتاك اللهم به من عمل سيء فتجاوز اللهم عنه واغفر له، جازفه اللهم في الحساب مجازفة ولا تناقشه مناقشة، خفف اللهم لنا وله ثقل الثرى، ولا تنسانا وإياه من رحمتك إذا طال المدى وانقطع من وصلنا حبل الرجاء، إننا إليك يا رباه راغبون وبك واثقون وللخيرات مما عندك طالبون، فإذا رفعنا اللهم أيدينا وأبصارنا لجلال وجهك الكريم فلا تردنا خائبين ولو كنا مذنبين، بل نحن يا رباه مذنبون، ارزقنا سعادة الدنيا والدين، وحرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا والمؤمنين والمؤمنات على النار أجمعين، وأدخلنا الجنة آمنين لا خزايا ولا نادمين، واسقنا اللهم شربة روية من حوض محمد النبي الأمين من كف سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، واجعلنا اللهم من أهل دار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والفاتحة لروح الشهيد حسين محمد البقالي، وإلى أرواح شهداء البحرين والمؤمنين والمؤمنات، قبلها صلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خليك انت. الله صل على محمد وآل محمد وسلم. نشكر ابن الشهيد الحاج حسن الستري على تنزيله الختمة على روح الشهيد حسين البقالي، فشكرا لك. كما نشكر كل الحضور رجال نساء، لكم كل الشكر والتحية. فهناك تكريم من ائتلاف 14 فبراير إلى والد الشهيد حسين البقالي، بيكون بالتكريم الوالد الشهيد علي بشيمع، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. تراجع، لا تراجع. صورة جماعية بتكون حجم الجيل. صورة جماعية. جوني جوني شيماء. صبروا بصوركم جماعة. يلا ارفع علامات الصمود. اكو بصوركم جماعة هم بعد. سامح الطيبة. اكو بصوركم جماعة.